لك يا حليم. أبو عبد الله مساء الفل عليك يا عبد الله. تحب تحب تنصح الناس ايه؟ هل التنظيف العميق في البصرة يبقى كل يوم ولا مرة واحدة في السهر؟ لا مرة كل اسبوعين. لو البشرة الرهية يبقى مرة كل اسبوع. لكن لو كل يوم البصرة بيحصل لها التهابات حاجة زي كده؟ كل يوم انت بتعمل جفاف للبشرة وانت كده بتجر البشرة. الله يفتح عليك. لكن كل اسبوع تمام، كل اسبوعين تمام، حسب نوعية البشرة. الله ينور كلامك يا حبيبي. دايما قال كده اخونا ابو عبد الله امرضة الكلام للرجال يعني وللسيدات الكل يعني كلام للجميع. البصرة يا جماعة اي حد بشرته حساسة كل يوم غلط، كل اسبوعين. تحكي يا عبد الله؟ صح حبيبي. وتحب تنصحهم ايه تاني؟ في 40 جنيه يطلعوا معاك شويه. حلقات الدقن ما تحلقش ما بيجوش كتير عشان برضه البشره ما تتعبش. ايوه الله يفتح. يعني كل اسبوع كويس، اسبوع بعد اسبوع، مره بالمكنه وبره بالجوز، مريح البشره. لازم البشره تاخد راحتها، لان البشره طبيعتها تبقى حساسه، اي حد طبيعي بيبقى بشرته حساسه. عشان خلايا البشره ما تتضربش. البشره عباره عن انسجه. لو انت حكيت كل شويه حلقت بالموس يبقى انت كده بالانسجه، بتضر الانسجه بتاعت البشره. الكلام ده موجه للشباب وللرجال وكله صح؟ للبنات كله يعني. كله. اي حد بشرته حساسه. اي حد بشرته حساسه او بشرته قويه، حتى اللي بشرته قويه كل 3 ايام بالكثير. والله اكتر حد. ايوه. احلى تنظيف عميق البشره مع ابو عبد الله. الكينج ابو عزيز. الكينج ابو عبد الله. لازم لا تنسى الاشتراك واللايكات. امريكي نمبر 1. لا تنسى الاشتراك واللايكات وتشتري الدعم وخلاص. شكرا لك. احلى تنظيف عملته في البصره يا عبد الله.